مين بابا؟ بابا منيح شفتك يا بابا، اشتقتلك كتير. طب مين بابا؟ لك شو عم بيصير معك؟ نزل ايدك لشوف. مين بابا؟ اختي خدي خدي ابنك، خدي اخوك من هون وبعده من عني. ها شو اي بابا؟ ما بابا يا بابا، كرمال الله كرمال الله، بس بدي ابوسك، بس بدي ابوسك. تعال لهون محمود، تعال هون، تعال هون. لا ما بدي، ضل مع بابا. لك شو بابا ما بابا، شو عم بيصير معك بنيتي؟ شو اي بابا؟ انا شو بعرفني فيك؟ مين بابا؟ وليك عم تعمل معي؟ ليك عم تعمل معي؟ انا كثير زعلت منك يا عمرينك زعال. شو بدي فيك؟ لك مين بابا؟ لك انا مين وانت مين؟ لك شو بدك مني؟ حل عني. لك خدي من عني. ها خدي. اسفين اخي، اسفين اسفين، لا تؤاخذنا. تعا ابني تعا. بدي بابا تبكيري. بدي بابا. لك خلاص يا اخي، حلق حل عني، كرام الله حل عني. يا اخي طول بالك، طول بالك علي بس لحتى احكي لك. شو بدي طول بالي؟ حلي عني يا رجل. اخي اخي بس شوي، بدي احكي معك. شو بدك مني؟ شو في انت الثانيه؟ شو بدكم؟ حبيبي خليك هون بس شوي، لا تتحرك. ايه تمام تمام يا اخي، بس شوي بعد اذنك خلينا نروح نحكي هنيك شوي. تفضلي، امري لله. تفضلي. شوفي يا اختي، احكي لي. شوف شوفي يا اخي، انا زوجي متوفي من زمان، توفى وابني صغير، ابني صار معه مثل الهلوسه، يعني مرض، وكل ما يشوف زلمه بيركض لعنده، بفكره ابوه، بضمه وبيصير بيبكي، وانا ما عمون عليه، بيصير يصح له بابا وبابا وما عاد بيتركه. مو بايدي هذا الموضوع ولا بايده، صرت اخذته على الف دكتور، ما عم يعرفوا يلاقوا له علاج. الله وكيلك، لا تاخذنا يا اخي. يا اختي طيب، ما بعرف شو بدي احكي لك، حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخي الله وكيلك، يا اخي الله وكيلك، هاي الشغله كثير عم تسبب لي مشاكل، لك العالم بفكروني انه انا خاطفته، وهلا انا خفت انك تفكرني خاطفته للولد. حسبي الله ونعم الوكيل. الصراحه يا اختي انا كمان نفس التفكير يتفكر، بس ما كنت مشغول، يعني ما حبيت افضي راسي لهالشغله. طيب شو بدك تعملي؟ شو لازم تعملي معه لهذا الولد؟ والله ما بعرف، قلت لك صرت اخذته على الف دكتور، ما عم اعرف شو بدي اسوي له. لو كنت بعرف لاقي له حل ما كنت هلا شفته هيك يا اخي، والله ما بعرف شو بدي اسوي له، احترت معه. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب اختي انتوا وين عايشين؟ وين باركين؟ بوصلكم وعلى الطريق بحاول اواسي شوي اذا بدك. كتر خيرك يا اخي. طيب اختي وين بيتكم مشان اوصلكم؟ وين؟ اخي خدنا على الحديقه. ليش الحديقه اختي؟ ليش؟ ما فهمت عليكي. انه نحن بيتنا الحديقه يا اخي، ما عندنا غير هالمكان ننام فيه. بيتكم بالحديقه؟ طيب انتوا كيف عايشين؟ شو عم تاكلوا؟ شو عم تشربوا؟ اخي الله ما بيقطع حدا، الحمد لله الله بيبعت لنا اولاد الحلال بتطعمينا وبتشربنا، والحمد لله رب العالمين عايشين. طيب يا اختي انت ما جربتي تشتغلي شيء؟ يعني احسن من هاي العيشه؟ والله يا اخي فتلت الدنيا وانا ادور على شغل، حاولت اشتغل خدامي، حاولت مسح دراج، بعيدا عنك حاولت نظف تواليتات، ما كان حدا يقبلني. ليش؟ لانه في عندي ولد. طيب شو بدي اسوي له الولد يعني؟ ما فهمت عليكي. ليش ما عم يشغلوكي لانه عندك ولد؟ يا اخي انت شفت مشكله ابني، هاي المشكله هي نفسها عم عاني منها. حاولت اشتغل خدامي عند وحده، راح ركض لعند زوجها والولد، صار يقول له بابا بابا، فكرت شيء سيء الله يسامحها وقلعتني انا وابني يا ابن الناس. ايوه فهمت عليك، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب يا اختي رح اخذك لعندي واعيشك مع اولادي، شو رايك انت وابنك؟ عن جد عم تحكي يا اخي؟ اي يا اختي، بلاقي لك شغل عندي بالبيت، وابنك بضل مع اولادي مثله مثل اولادي. عن جد؟ لك الله يكتر خيرك، الله يكتر خيرك يا اخي. طيب اختي انت مثل اختي والله، تفضلي تفضلي معي على السياره. الله يسعدك، الله يسعدك ويحميك، تفضل اخي. تعال يا محمود. اختي اعتبري حالك انت من هون ورايح من اهل البيت. يكتر خيرك يا اخي، الله يخلي لك اهلك ويرزقك ويحفظك. ماما يعني نروح نعيش مع بابا؟ ايه يا بابا ايه، رح تروحوا تعيشوا عندي. الله يجبر بخاطرك مثل ما جبرت بخاطره. الله يخليك يا اختي، يلا.